البيتين المتواجدين في هذا تاع السي المعزوز انسان مجاهد، وكان في اتفاق مع الثوار اثناء زياره بومدين الى منطقه تيمدريك. جا السي بومدين عند السي مبارك عبد القادر تعشى، والنهار الاخر قال له جمعوا لي العروش في مرحومه هنا كل القبائل هنا باش يعرفهم بالثوره هذه اللي ها قايمه. الناس هنا كانت تسمع بالثوره فقط. من جاء عند مبارك عبد القادر اعطاه الجلابه، هو اعطاه الجلابه ولبس البرنوس، يعني الجلابه تاع بومدين هداها عند مبارك عبد القادر والبرنوس تاعه لبسه وجابه هنا مبارك عبد القادر. منين جا هنا يلقى كل القبائل تاع مرحوم صنا فيه، كل قبيله منها واحد. كان واحد منهم يقول له سي جبلي، كان ماهوش مصدق بالثوره، يقول لهم ودي هذه الثوره خاسره. منين تلاقوا هنا جا سي بومدين دخل عليهم هنا وقال لهم واحد الكلمه. اول حاجه واش تهما قال لهم ما نحكي لكمش على الثوره اللي راح جايه، غادي نشرح لكم بسم الله الرحمن الرحيم واش معناتها. قاعد يشرح لهم في بسم الله الرحمن الرحيم كلمه وكلمه، ومن بعد قال لهم هذه الثوره راح قايمه وتوصل، وباذن الله احنا فرنسا ما تخرجش بفضل الرجال وبفضلكم انتم. قال لهم اسمحوا لي دقيقه نخرج برا، راه عندي واحد السيد، جا خلا في ودنه. قال لهم نحكي واحد السيد ونجي. كي خرج برا الناس قعدوا يتسنوا فيه، قعدوا ساعه. قالوا ودي سي بومدين طلع علينا. جاهم السيد هذا قال لهم ودي سي بومدين راه قريب الفيكي. قال لهم هذه الكلمه اللي قالها لكم هذه غير سر باش ما تعرفوش وين. فرنسا كانت عاد ما زادش ما دارش لاصاص هنا. من بعد دارت لاصاص من استعمل من سمعت بالزياره تاعو باللي دار زياره. مالي هو اتجه منا في المنطقه هذه الصحراويه هذه منا باتجاه فيكي مع احمد والسنوسي، هو اللي وصله للنواحي البيوض، ومن بعد جاوا واحد اخرين الداوي حتى الاخر. هذا البيت راه قاعد لحد الان حنا طلبنا باش يكون متحف ان شاء الله. سيد الوالي والجماعه باش ان شاء الله متحف هنا ويكون اثار تاريخ. هذا بروحه تاريخ تاريخ.